في رمضان الحمد لله بينزل لي مسلسلين، مسلسل حنان وحنين في دور ميني مرات عمار الشريف واخت احمد رمزي، والمسلسل الثاني لا احد ينام في اسكندريه دور راقصه بلدي غلبانه في اسكندريه في الحرب العالميه الثانيه، بتحاول انها توصل لاحلامها وتبقى زي بديعه مصابني. فاتمنى ان يكون الجمهور سعيد بمشاهدتي في حنان وحنين ولا احد ينام في اسكندريه. صحفي جميل وقديم كده قال لي كل ما بصيت يا مادلين وحسيت انه عمر الشريف من جديد اتقابل مع رمزي بيجي على بالي هند رستم، فاتن حمامه، وسعاد حسني. وجودك بين العملاقين دول وربنا الحمد لله اكرمك بانك يعني اجدت الدور حسسني كده بنقله ليكي وكانك خلطه من الستات دول، فيا ريت ابقى ادرسهم يعني. لكني اجتهدت في دور ميني واجتهدت اكتر في اني انا قصاد عملاقين كبار. لا احد ينام في اسكندريه شيء رائع، قصيده شعر كتبها حسن عيسى باخراج متميز. عملت فيه دور رقاصه فقيره جايه من بيروت بتتكلم كمان اللهجه اللبنانيه فبتحكي كل المسلسل لهجه لبنانيه وبتحلم انها تصير مثل بديعه مصابني مثل بيب عز الدين. قصه جميله القصد منها هو انه نقول من لا احد ينام انه اسكندريه كانت ونتمنى انها ترجع كده كانت تتقبل ذلك الاخر اللي مش شبهنا، كانت كوزموبوليتان فيها كل الاجناس والاديان، فبعد النظر وضيق النظر والناس المريضه والناس الحقوده والناس اللي هي عايزه الناس تبقى زيها او هي مش ما بتعترفش بيها، الناس دي اللي بقت موجوده للاسف في زماننا الحالي. المسلسل والكتاب سابقا اتعمل علشان رساله لدول